السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على الأرانب الرومية. ممكن تعمل، شوفوا في سمورها كدير، راها كتاكل الخشب. هانتوما بطريقة مباشرة، أنا درت لهم هاد الخشبة هادي، كانوا كي يضربوا بعضياتهم، كانوا كيتقاتلوا بعضياتهم. لاحظوا أن شنو داروا في هاد الخشبة، راهم كلاوها. هانتوما كما كتشوفوا، يعني حذاري من الناس اللي بغاو يديروا. هانتوما كما كتشوفوا راهم كياكلوا في هاد الخشبة. هانتوما يعني الناس اللي كيديروا الأرانب الرومية، يعني البلدية ما لقيتش معاهم مشاكل. هادو اللي هنايا كلهم بلديين، هانتوما كما كتشوفوا راهم بلديين، جبتهم لكم. ولكن بالنسبة للأرانب الرومية، هانتوما لاحظوا شنو راهم داروا، كياكلوا الخشب. هانتوما شوف التفتيت ديالو، هانتوما شوف الطريقة باش كياكل الخشب. أنا غادي نوريكم بطريقة مباشرة. هانتوما راه كيندر في الخشب. هانتوما شوفوا الآخر شنو راه كيدير. يعني الناس اللي كانوا كيسولوني واش ممكن أننا نبنيو بالخشب، هانتوما شوفوا هاد الخشبة كيفاش راهم دارو لها. هانتوما راهم كلاوها كاع من الفوق، هادي غير فرقت بها في الكاش. لاحظوا أن التفتيت ديال الخشب هنايا، شوفوا هانتوما ني هانتوما شوفوا كيفاش كيدير. هانتوما طريقة مباشرة أن كياكل الخشب. الناس حذاري، هو ما غاديش يضرهم الخشب، راه بحال اللي هما معتبرينه كعلف كياكلوا فيه. ولكن بالنسبة للناس اللي بغاو يديروا يعني الأقفاص ديالهم من الخشب، هانتوما طريقة مباشرة أن الخشب ما صالحش يعني الأرانب، خصوصا الأرانب الرومية. الأرانب الرومية يعني الشكل ديالها الضخم والأسنان ديالها الحادة ماشي بحال الأرانب البلدية، يعني هما يعني بحال شوية متوحشين، ماشي بحال البلديين. البلديين إلا قربتي حداهم ممكن أنهم يهربوا. هانتوما شوفوا هذا راه بلدي. هانتوما واخا كاين الخشب حداه ما مسوقلوش. شوفوا هنايا الرومي كيفاش كيدير. وسبحان الله ملي كتعطيهم هاد الطريقة ديال الخشب بحال هكا، مع المدة سمو كيوليو متوحشين، كيوليو ممكن يعضوا، لأنهم بحال اللي كيجهلوا. هانتوما شوفوا سمو راهم كيديروا بعضياتهم. أنا غادي نحيدها لهم، لأن غادي يوليو أي واحد يقرب لهم كيوليو عدوانيين و كيخدموا العنف، لأن الخشب كيهيجهم، كيوليو كيبغيو بحال كيبغيو ياكلوه، كيهيجهم. ممكن أنكم تبنيو بهذا هادو ديال التلالج أحسن، هادو ديال التلالج مزيانين، ما في حقها ما داروش المشكل. ولو ان هاد البلاستيك ديالهم، لانهم كيكونوا مغلفين بالبلاستيك، شوفوا هنايا كيفاش مسمور عم داروا لهم. هانتوما هما كاع البلاستيك كلاوه، خلاو غير السلك. ولكن بعدا ماشي بحال الخشب كيخليهم يهيجوا، كيوليو شرسين. هانتوما راه دابا ولا شرس، ممكن انني نحط صبعي ولا شي وليدات صغار يحطوا صبعهم، ممكن انهم يطيروا عليهم. اذا الحلقه ديالنا هذه راه مهمه، حاولوا انكم تبعدوا عليهم الخشب. هانتوما راهم كياكل في الخشب نيشان، سبحان الله. المهم حاولوا انكم تشوفوا هاد النقطه مزيان، الخشب بعدوا على الارانب، خصوصا الارانب الروميه. البلديه ماشي مشكل، ولكن الروميه هانتوما كما كتشوفوا راه طريقه مباشره. هانتوما سبحان الله. اذا الحلقه ديالنا راه هي هذه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. قناة غادية بالدعم ديالكم، تكيو على زر الجيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.